ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. مساء الخير مشاهدينا، حلقة الليلة من برنامج مع الناس غادي نتكلموا فيه على واحد الموضوع وواحد الفكرة اللي مازالت راسخة لحد الآن في بعض الأوساط الاجتماعية، لأنه كاين مازال بعض الرجال اللي تيلوموا الزوجات ديالهم إلا كانوا عندهم في الذرية ديالهم غير البنات، فكيبقاو تيبحثوا على هذاك الولد لدرجة إلا اقتضى الأمر يطرد الزوجة الأولى أو لا يتفرق معها أو لا يطلقها، بحال الحكاية اللي غادي نتابعوا التفاصيل ديالها اليوم واللي فيها الزوج بحثا عن الولد في الأخير غادي يلقى الخير غير في البنات. حكاية ماشي للفرجة إنما للعبرة. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت. الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. برنامج مع الناس مشاهدينا من القصص اللي غالبا كنستقبلوا فيها هكذا يعني ردود الافعال، هي القصص اللي كتكون عندها علاقه بالعقليات ديالنا بالمجتمع كيفاش كيعيش. وحنا عارفين انه لحد الان مازال تنتكلموا على مجتمع ذكوري وباقين واخا في 2022 مازال هناك ناس اللي تيفضلوا انه يكون عندهم اولاد وما يكونش عندهم بنات، وباقين لحد الان شابات صغيرات يافعات تعيشوا هذا المشكل مع الاسر ديالهم. وكنطرح تساؤل كبير كيفاش ممكن نغيروا هذا الواقع والى متى غيبقاو هاد يعني هاد الاسر هذه كتعيش هاد غادي نقول هاد النوع ديال التفرقه وهاد النوع ديال المشاكل بسبب اننا نفضل دائما الولد على البنت. هذه هي الحكايه اللي غادي نتابعوا تفاصيلها اليوم مع سعديه اللي جات تعاودها لينا هنايا في البلاطو ديال برنامج مع الناس. مساء الخير لاله سعديه. مساء الخير ومرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا على انك جيتي عندنا البلاطو مع الناس. نحكيوا الحكايه ديالك بوجه مكشوف ولا نخليو لها وياك؟ احسن نخبي. قايم خبيه الحكايه ديالك كنحكيوها للعبره بطبيعه الحال باش الناس يستافدوا منها، باش نحاولوا نغيروا كذلك العقليات ونشوفوا الاشياء من وجهه نظر مختلفه، كيفاش انه ناس كيعانيوا من هذاك الاحساس ديال الحقره بسبب الجنس لانك فتاه وهذا الشيء اللي عشتي انت مع الاسره ديالك. يعني نبداو من الاولى لسعديه، يعني شكون انت؟ كي دايره هذه الاسره اللي تربيتي فيها؟ عاد باش نوصلوا للمشكل اللي عشتيه. أن الأم ديالي تزوجت على مع الأب ديالي قصة الحب، يعني واخا دارهم أن والديا رفضوه، يعني ما بغاوش ليه، يعني بحال تحداتهم وتزوجت بالأب ديالي. من بعد يعني ولدت البنت الأولى، يعني حملت عاوتاني، كان نيت حمل بول طاح ليها، الثاني عاوتاني طاح ليها، الحمل ما كيتبتش من بعد ولدت عاوتاني أختي الثانية، أختي الثالثة. ثلاثه البنات. انتما ثلاثه البنات؟ احنا اربعه. انتما اربعه البنات وانت صغيره فيهم؟ انا صغيره فيهم. هكذاك فاش كيقول لك انا بغيت زعما الدري اللي يكون واقف ديما في جنبي. هذا الاب ديالك؟ الاب ديالي. الو واش عندك العمام؟ عندي العمام. عندهم الاولاد؟ عندهم الاولاد. يعني كان الاب ديالك تيحس بالفرق مثلا؟ تيقول انا بوحده زعما اللي عندي اللي خصني ثاني يكون بحال خوتي. مالك؟ مالك اسي علي مالك؟ عقول لي مالك؟ ما بقاش صبرت حتى تجي للدار وتقول لي هاد الهضره جايبني حتى لهنايا. انا باقا عندي الفم اللي ندوي به. بناتك لالا وليت عنقول الكلمه يتلاحوا فيا. هادوك بناتي واعياو من كلامك، قتلتيهم مساكن او عيشتيهم في الحقره بزاف، فين ما تهضر معاهم. كون عكت ولاد، كون عكت ولاد. ما عنديش انا الحق ثاني يكون عندي وليد نفرح به. بناتي علي انا حرمتك من هاد الحق؟ راه الله اللي كيعطي والله اللي كيمنع. بيدي شي حاجه وما درتهاش. اربعه البنات دقه وحده رادفتيهم ليا، واش انا ما نفرحش انا بشي وليد وليد بغيت عاد نفرح بيه؟ نحمد الله ونشكرو بناتي يا ربي، انا حمدت الله وشكرتو بهم. راه كاين اللي ما لقاهمش هاسي عليا دوك البنات ما لقاهمش. مرت خويا رادفت لي ربعه الدراري دقه وحده. شوفه سير بعد مني، انا نقول لك من هنايا، وهذيك مرات خوك دبر راسك، ربي عطاها الاولاد، انا ما عندي ما ندير. غادي نبقى نجبدهم اليوم وغدا حنت والدي للولاد والبنات ماشي بحالك انت.
ياك السي علي، دابا المشكل ولا فيا انا ياك. واسمع نقول لك، سير بعد مني وديها في راسك وخليني نربي بنياتي. عرفتي اش غديري؟ بركي وشمي لك شويه الهواء، راه هو اللي غينفعك. ما انا غنشري في حالي حتى سوقك على الخاوي. ويلي على الراجل، والراجل وتعالى بعدا كهز معايا هاد القفاره ثقيله. تقول البنات قاد بيها انا، وتقول القفه راه من بكري اتفقنا على هاد المساله، وقدي بيه ولا خليه. الانسان في هذه الدنيا وهي سيروره الحياه حينما يكبر يبحث عن شريك لعمره او ليقضي معه باقي عمره. فالرجل يبحث عن المرأة الصالحة، وكذلك المرأة تبحث عن الرجل الصالح. ولكن نحن في بلدنا هذا نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأمرنا بكيفية البحث عن الشريك. المرأة تبحث عن الرجل الصالح المؤدب المهذب الخلوق صاحب الدين، وكذلك المرأة تنكح أو تتزوج لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها. فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأن الجمال يدول، ولأن المال قد يذهب، ولأن الحسب والنسب قد يقطع، أما الدين فقد يظل ثابتا. إذن صاحبة الدين هي التي إذا نظر إليها زوجها أصرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا ترك لها مالا لن تضيعه، بل كل ذلك تحسبه لنفسها ولزوجها ولأبنائها الذين قد يأتون من بعد. واخا حنا نمشيو مثلا للام ديالك، اكيد غتكون كانت كتحكي لكم يعني الولاده الاولى ديالها كيفاش دازت، ومن بعد يعني كيفاش كان استقبال الفتاه الاولى اللي هي الاخت ديالك الكبرى في العائله. يعني فرح بها وني ان شاء الله فيهم وهذوك الثاني. من بعد مني ما شافني ولدت الولاد الثانيه الثالثه ما ولدش الولد، يعني بحال كيتبدل عليها. كنتو كتلاقاو مع الاسره الكبيره يعني الاسره ديال الاب ديالك؟ اه شنو تلاقاو؟ شنو كتسمعوا؟ شنو المتداول الكلمات المصطلحات؟ هو الاغلبيه ملي كي مثلا كيتلاقى مع خوه ولا هذا كيكون عنده ولد كيقول مثلا انا غندير مع ولدي، هو فين كيحس بهاد الفرق؟ كيحس هو بان هو ما عندوش الولد. يعني فاش قال الام ديالي قال لي ها، فاش قال لي عاودي تولي، قالت لي لا يعني ما نقدرش. قبل ما تزادي انت؟ لا زديت انا ديك الساعه. ديك الساعه زديتي موراي انا. كنتو نتوما اربعه ديال البنيتات، الام ديالك كانت كتشتغل؟ لا ما كانش كتشتغل، ولكن الحمل ديال اربعه البنيات ماشي ساهل ياك. الاب ديالك كان تيشتغل مستقر في العمل ديالو. ما عمر ما طار انتباهك مثلا شي مصطلح هكذا ديال ولد البنت ملي كنتي صغيره؟ شنو كنتي كتسمعي في وسط في داركم؟ شحال من مره كنسمعتي ناقش معاه زعما شنو تيقول؟ تيقول لي انا بغيت الولد انا هكذا قدام كنت تسمعوا تيقول انا كون عندي ولد زعما غندير على دراعي اليمين هكذا يعني مثلا هو غيعاونني هو غيعاونني. كيفاش كانت المعامله ديالو معكم؟ كيفاش رباكم يعني؟ الحمد لله واغلبيه حنا يعني ما كنعمرش بزاف يعني كيضل نهار كلو خارج يعني اغلبيه ندوز مع الام ديالك يعني ربتني تكلفتني بكلش. والام ديالك انت كتحسي بشي تذمر مثلا انها ما عندهاش ولد؟ لا كنحس بها. شنو مثلا وقع شي موقف اللي شفتوا فيه مثلا الولد دار شي حاجه وكتقول اه كون كان عندي الولد كون راه حتى انا يعني فهكذا؟ من خلال الهضره شو اللي كتخليك تقول في هذيك الهضره؟ يعني انتم ما عمركم شفتوا شي موقف هكذا ولا؟ لا. يا خيتي كنلقاك سبحان الله بحال دراهم الحلال وديما غتلقيني في جنبك يا الميمه الحنينه. عزيزي عليا خيتي هاد الكفيفه. قولي لي خواتاتك جاو؟ مازال ما جاوش. وانت يا امي فين تعطلتي؟ عطلني بواك. با وفين تلاقيتي؟ كان هنا وما خرجتش درت لي الفطور. احياني كون عرف بحقكم كاع ما يقول هذيك الهضره. ما تقوليش لي امي باقي كيجبد عليك داك الموضوع اللي ما بغاش يسالي. نفس المواله بنيتي ما هنيش باغي الولاد باغي الولاد والله يهديه. امي خليني مني لي انا اللي غادي نعرف ليه. ما كنتي كتحنزي فيا بحال هكا؟ عمراتك عاوتاني راه انت اللي عمرتينا حتى خليتينا نكرهوا ريوسنا. واش دمنا حنا حتى ولادنا بنات؟ شتي اللفعه ولدا ما طول منا لساناتهم ولا طول من لسانك الله يرزق السلامه. ما كاينش اللي طول لهم هذاك اللسان قدك انت وفي عينك انت. ايوا خالا لا على هذا الحساب انا خاوي لكم هاد الدار. لا الله يعاونكم هناكم الله بها. راه باغي على السبه سير الله يعاونك ماشي بلا رجعه. امي بويلا حسابي باغي يتزوج باش يولد الاولاد اللي يفرحوا خليه على خاطره باش حنا نبقاو على خاطرنا. انا بنيتي عيت ما نصبر تقاد جهلي. زيدي بنتي الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم باب الارحام، والذي هو الذي يعطي الاولاد البنين ويعطي البنات.
فالإنسان ليس له اختيار في ذلك، فمن رزقه الله سبحانه وتعالى في بالبنات فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا ما أحسن تربيتهن فإنه يدخل الجنة لا محالة. وسئل كذلك عن من كانت له بنتان فقال كذلك يدخل الجنة، ومن كانت له بنت واحدة وأحسن تربيتها يدخل الجنة، ولم يذكر ذلك عن الأبناء. إذن فضل البنات خصوصا في التربية الصالحة، الوالد والد البنات يدخل الجنة. بالنسبة للأبناء الكل يفرح بالابن، لكن لا يعلم في المستقبل هل يكون هذا الابن بار بوالديه أم لا. والقرآن الكريم قد حذر ممن يسود وجهه إذا ما كانت له بنت، لأن ذلك راجع إلى الجاهلية، ففي الجاهلية هم الذين كانوا يخافون من البنات حينما يرزقن بهن. أما الآن فأصبحت في غالب الأحوال البنت أحسن بكثير من الإبن، لأن هي التي ترأف وتعطف وتحن إلى والديها. بعد طلبنا قال لي غادي تزوج، قلت لي لا لا تعطيني موافقة باش غادي نتزوج. بغيت تزوج مرة ثانية. ما وافقاش ليه. علاش بغيت تزوج؟ باش يولد الولد. باش يولد الولد، حيت هي ما رفضتش أنا باش تتولد ليه. خلاها في سرينا الدراسة، العطل في الدراسة، نهاية الدراسة، سافرنا عندنا لدارنا، دار الوالدة. دار جداتي. ما كاينينش في نفس المدينة. لا ما كاينش في نفس المدينة، كاين مدينة أخرى. فاش راني من بعد تصوني عليه أني كيجاوبها مرة يجاوبها مرة ما تيجاوبها. شنو مشيت عندهم عطلة ولا شنو؟ مشينا عندهم عطلة. عطلة يعني مولفين كتمشيو في العطلة وكترجعوا في حالكم. كنمشيو في العطلة. يعني تقريبا ريحنا شي شهر بحال هكا. هي مني من خلال نكلامو ومن خلال هذاك بدات كتحس بشي حاجة. يعني ماشي هذيك. قالت المطاري ربما طاريش حاجة ما بغاش يقولها لي. يعني خلاتنا حنا تماك ورجعت. رجعت. باش غادي تحل الدار كتلقى السارو ديال الدار ديال داركم. اللي عشتوا فيها واللي فيها حوايجكم. اللي فيها حوايجنا فيها كلشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه داري وهذا بابي، واش أنا غلطت ولا مالي؟ ولو هذا الباب مالو ما بغاش يتحل. مالنا؟ أنت مالك خارج وجهك مخطوف، حيت ما قدامي خليني ندخل داري. فين باغا تدخلي سيري في حالك؟ شتك جاية قبل لا تكمل هذه العطلة هذه، مالك؟ شتك سير تفي فيا، تو خليني ندخل داري. كيفاش خليني ندخل داري سيري في حالك لو كان سعفيني وسيري تكمل العطلة عندي الضياف؟ وعلاه بالسلامة هاد الضياف اللي عندك؟ ما باغيش يعرفوا مراس الدار شكون هي؟ حليمة غادا تمشي فحالك قبل لا تشوهين الله يرحم لك الوالدين. لا لا لا، انت مني خفتي من هاد الشوهة باين مدخل شي وحده. ما مدخل وحده لا لا، مدخل وحده وبوجي احمر وعلى سنه الله ورسوله، ونزيدك براقيه. يا ناري على الراجل، تزوجتي عليا تدرتي مرة اخرى. باغي الولاد لا لا، ومن حقي يكونوا عندي الولاد، واش ماشي من حقي وتزوج عليا؟ واخا انا حيت خلي سيري فحالك، سير دفع فيا. واخا هانا غتشوف اش غندير لك، ونشوف هادي اللي مدخلها بالوراق، والله تندبك على حياتك. وانت سيري فحالك مزيان تبارك الله. الزواج ميثاق ترابط وتماسك بين رجل وامرأة على وجه البقاء او الدوام. فهذا حينما ذكرت بانه ميثاق فهو عقد، والعقد شريعة المتعاقدين. فالمشرع المغربي فرض على كل من تزوج واراد التزوج عن امرأته الاولى أن يأتي بشروط، ومنها عدم الإنجاب المرأة الأولى، أو عدم قدرتها على الفراش، أو مرض بها مرض مزمن مرض طويل، هذا الذي يسمح له بالتعدد. أما إذا ما أراد أن يعدد خلسة وفي بعض الأحيان يدلس بعض الوثائق فإن القانون الجنائي يعاقبه. فالمادة 366 من القانون الجنائي إذا ما أدلى ببعض البيانات الكاذبة فإنه يعاقبه، وإذا ما أدلى بالبيانات الصريحة فإن السيد القاضي المكلف بإصدار مثل هذه الأذونات أذون التعدد لا يمكنه أن يعطيه الإذن إلا إذا ما كانت الشروط أو الموضوعية الاستثنائية التي ذكرت فيما قبل. أما أن يقول له بأنني قد أنجبت بناتا فأريد أن أتزوج عن زوجتي فإنه لا يقبل له ذلك، وحتى العادة والعقل لا يقبله، لأنه لا يمكنه أن يتعذر بأنه قد أنجبت له المرأة بنات فيذهب ليتزوج عليها كما هو في حال قصتنا اليوم. هزكم وداكم لعند الأسرة ديالو باش دوزوا عطلة، في هذاك الوقت هو مشى تزوج. مشى تزوج ودخل المرأة في داركم. في الدار ديالتكم انتما اللي فيها حوايجكم فيها كلشي، يعني بلا ما يعلم ماماك. فاش ناقش قالت لي زعما هادشي اللي درتي راه ماشي في
في الواقع وداك الشيء قال لي انا بغيت الولد يعني تما بغيتي زعما تولدي لي مازال. دابا واش كان الاب ديالك تيتهم الام ديالك بان هي اللي ما بغاتش تولد الولد؟ هي كتقول لي هذا الشيء ماشي في يدي حيت داكشي ديال الله سبحانه وتعالى ما يمكنش هي ما بغات تكونش داكشي في يديها هي يعني بحال ما متقبلش هذيك الواقع ما دخلش لي ديك الهضره راسو نهائيا. هكذاك دونك تزوج بهذه المره الثانيه؟ تزوج المره الثانيه. شافتها ماماك تلاقاو؟ تلاقاش في ديك الفتره هذيك. اها نيفاش شفت صافي تناقشت معاه ضربت معاه هذاك نرجعت بحالاتها. كنتوا عند الاسره ديال من ديال ديال الام ديالي؟ ديال الام ديالك ديال الام ديالك ماشي ديال الاب ديال الام ديالك. يعني فرجعت قالت الام ديالها وقالت لنخوتها وداك الشيء يعني كاين اللي وقف معاها كاين اللي قال لي راه نهار الاول حنا قلنا لك ما تاخذيش يعني دابا كانوا رافضينه في الاول كانوا رافضينه في الاول. امي بارك عليك من البكا راه اللي وقع وقع حنا كلنا كنا عارفين كيتسنى غير امتى يتزوج باي دير همي ويلو حنا الزنقه خليوني انا اللي نبكي ضربت معاه تماره وتعذبت هذا هو الجزاء ديالي ضحيت معاه حتى من عائلتي ما كان باغي حتى واحد ملي وقف على رجلي حقه حقه ما باغيش البنات البنات انا جبتهم بوحدي راه عطيه الله وحتى من خوالي كلهم قلبوا وجههم علينا هذوك خوالك انا حفيتهم في طريقه هو حفيت عائلتي شي جزاء باش استحقت هذا هو الجزاء ديالي امي الا كانوا هما قلبوا وجههم عليك حنا راه في كتافك وحنا امي انت اللي نمسحوا الدمع من عينيك وما نخليو حتى حاجه تخصك حنا بنات وغادي نكونوا رجال ديال الدار الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم بنتي تراكم انت راك القلب والروح هلا يخطيكم عليا حيتزوج لك ويتزوج عمرتو عليا الله يخليك لينا ميمتي الله يخليك لينا خطي عليكم ميمتي المدونة الصادرة في 2004 جاءت صريحة المادة 40 تقول يمنع التعدد يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل وإذا كانت الزوجة الأولى قد اشترطت على زوجها في عقد الزواج اشترطت على زوجها عدم التعدد عليها لا يمكن أن يعدد فهذا الكلام عن العدل لا يمكن للسيد القاضي المكلف بإصدار مثل هذه الأذونات أن يحكم بالتعدد إذا ما أتت إليه الزوجة وصرحت صريحا واضحا بأن الزوج الأول لا يعدل وحسب الحالة التي تتماثل أمام السيد القاضي حينما يعلم أن الزوج لم يعدل مع الزوجة الأولى فإنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتزوج من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة هذا سكنت تمك هذا خوتي كبار خدموا صافي بقينا كنتو في هذيك المدينه خدمتو في هذيك المدينه خدموا اخواتاتك نتوما كنتو كتقراو الصغار مازال ولكن في هذيك الوقيته حبسنا الدراسه ديالنا حبسوا الدراسه علاش ما حيت ما تقبلناهاش يعني كتقول الام بعيده والابين مو فين حداك العائله كتكون مجموعه ما عمرك من قبل ما عشتو بعاد على الاب ديالك ولا على ما عمرني عشت يعني حتى جا داكشي على بغته لا حتى جا داكشي قلت لي معامله الاب ما كانش سيئه كان كيتعامل معاك مزيان لا كيتعامل معنا مزيان غير حاجه وحده اللي كان ناقصك يقول لك انا خاصني الولد خاص الولد هكاك لكن مني صافي دازلتني مدة الأم أختي خدمات من بعد تزوجت أختي الكبيرة من بعد الثانية من بعد اللي وراها أنا مبقيتش هنا الآخر أنا وليت متردة في الزواج تنقول لي تزوج ربما غيطرى لي بحال الأم ديالي يعني من بعد وافقت على الزواج تزوج دونك من بعد مني الأب ديالي تزوج بهذاك ولد هو جوج وليدات ولد جوج ولاد يعني حقق الحلم ديالو حقق الحلم ديالو بقات يلوم الأم ديالك على يعني الأم ديالهم خاصها تقاطعت العلاقة بيناتهم من ديك صافي ما بقاش طلقها لا ما طلقهاش باقا لحد الآن ما طلقاتش لحد الآن ما طلقاتش هنا ما غاش تطلق زعما بحال على حساب نحنا كيفاش دابا هي مطلقة ولكن ما عايشاش مع الأب ديالك ما كتعرفو ما كتشوفو ما حتى حاجة كتشوفو مالا صافي معلقة معلقة والبنات تهادي مالا تعطلت عندنا هاد التعطيلة أويلي واخا تكون ما عرفت منين جاية دابا تجي أمي غتكون تعطلاتها في الطريق هيا نيت جاية على سلامتك أنا بعدا راه عييت مالك على هاد التعطيلة ونسامحو أمي هاد المرة راه باقا جديدة إوا حنا أمي الحمد لله بعدا ملي قبلت لينا الزواج الله يخليكم ليا يا بناتي الغزالات وانتوما كلكم عارفين علاش ما كنتش باغا نتزوج في الأول داكشي اللي عاشت أمي وباغاش نعيشو حتى أنا ولا بنيتي ماشي الرجالة كلشي بحال بحال الله خلق الريوس مختلفة وكاين صالح وكاين طالح ودابا عاودي لينا كيف لقيتي حامد وصراحه تقال مرتاحه معاه وما خصني معاه حتى حاجه والحمد لله على سلامتك لاله انت لقيتي راجل ما كيشبه با حتى في حاجه انا ما نحكم حتى نولد عاد نشوفو حتى هو شنو باغي واش الاولاد ولا البنات انت يا بنيتي هاد المساله كوني هانيه كيبان لي حميد كاي خاف من الله وعارف بينو بين امي
بغيت نسولك، علاش باقا حتى لدابا ما طلبتيش الطلاق من با واخا دار فيك ودار فينا هادشي كامل؟ مغنيتي ما بغيتش نقطع هذيك الصله اللي بيناتكم، راه واخا هكا كيبقى باكم. وها انت يا امي، ها انت كاع وضحيتي على قبلنا، ها هو اللي فيه فيه، ما سول فينا ما حتى حاجه. وعلى بنياتي نتوما بغيتو الخابيه تمشي عند الغراف؟ راه نتوما هما البنيات، الا ما سولش هو سولوا فيه نتوما. اي والله يخليك لينا يا مولات القلب الكبير. بنياتي حنا درنا اللي علينا، وهو اللي قطع الصيله منه اللي خلقه. وما ضركش الحال امي من حقنا اللي ضاع وسطهم وكسب كل شيء ولادو الذكور، وهذاك الشيء اللي كان كيقلب عليه راه بقاه ياك بغى على الاولاد. ها هو خادم شي انا عيب بعد مني وخليني عاهاليه مع بنياتي. السعديه اختي السعديه، امي غتمشي تجلس معايا واحد السويمينه في الدار. لا خويتي انا نهار الاول شردت عليكم، انا خليني مع اختكم واللي بغاني راه يجي يشوفني. راكم بحال بحال ما نفرقاش فيكم، بحال بحال كاع بنياتي. اللي تبغيها امي انت نديرو، المهم انت تكوني مرتاحه. الله يرضي عليكم بنياتي، بغيت عرضاتكم ونشوفكم عالي ان شاء الله وفي مقام زين. مهما كان الحال فالاولاد كلهم سواسيه، بنات واولاد. ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أو أراد أن يكسب لابن أو يفضله عن باقي الأبناء، وأشار إليه إلى الأصابع، هل يمكنك أن تضيع أصبعا من هذه الأصابع؟ فحينما قال لا قال كذلك الأولاد. إلا أن هناك عند المالكية فابن عرض المتوفى سنة 992 هجرية أشار إلى مبدأ يسمى بالكد والسعاية، إذا ما كان أحد الأبناء أو البنات قد ساهم في تكوين ثروة والديه جنبا إلى جنب معه، فمن هذا الباب يمكنه أن يكتب له مقدار ما قدمه للتركة فقط. أما أن يفضله أو يفضل الأولاد عن البنات أو يفضل البنات بعض الأحيان عن الأولاد فهذا لا يمكنه بأي حال من الأحوال. فقصتنا اليوم حينما نرى أن الرجل قد كتب للإبن قد يضر به ذلك الإبن أكثر مما تنفعه تلك البنات، ويجب عليه أن يأخذ الحذر، وكذلك من أراد أن يحدو حدوه أن يأخذ الحذر من هذا الباب لكي لا يعاقب في الآخرة، وكذلك يعاقب الله سبحانه وتعالى في الدنيا لكي يبين له أنه قد ظلم نفسه وظلم باقي أفراد العائلة وعلى رأسهم البنات اللواتي هن في حاجة إليه أكثر من الأولاد. يعني ملي كتجمعوا هكذا في مناسبة ما كتجبرش الهضرة على الأب ديالك وعلى مراته الجديدة ولادو؟ لا، حيت حتى هو ما تيطلعش عندهم نهائيا، ما كيمشيش عند خوتو لا حتى واحد. علاش كانوا ما كانوش موافقين على هذا؟ ما كانش أغلبية، حيت كاين اللي دار فيه قال لي زعما هادشي ماشي اللي ماشي داكشي اللي درتي زعما ماشي في الصالح وداكشي، تيقول لهم ماني عارفة شنو تندير. يعني خلوه بحال هكا. تخلوه بحال هكا. البنات واش شفتوا اللي شفت؟ انا بعدا راه شفتو دو طراسي ما شفتش. نتوما شنو شفتوا باش نفهم؟ ما تخليونيش كندور في راسي بحال الهبيله بيناتكم. ايوا دوري وجهك لجهه القهوه غتشوفي شنو شفنا. با والله الا هو وراك ما عارفه والو، راه غير شافنا ويدور وجهه للجهه الاخرى. لا لا غادي يكون غير ما شافناش وصافي. وراه هادشي اللي ما شفتيش انتي؟ وانا بعدا راه جات عيني في عيني. اشنو زعما شافنا ودور وجهه؟ اختي انتي ديما كتبغي تلقاي ليه السبه، شغلك هذاك والله حتى مشي عنده. ايوا سيري انا ونوال غادي نمشيو فاش تسالي تبعينا. مالك با تقلنا عليك؟ ما قادر تشوفينا حتى الشوفان. علاش بغيتي نشوف فيكم كاع؟ بغيت غير نعرف با واش حنا ماشي بناتك؟ واش ما عندناش الحق عليك؟ تا هاد الحق ما بان لكم حتى لدابا، هذا بان لكم هاد الحق. دابا انا وخواتاتي اللي مقصرين من حقك. شوفي يا بنتي تبعتوا كلامكم وانا راه درت غير الحلال. الحلال؟ الحلال هو تزوج وتخوينا حنا الدار ياك با. المهم جيت نشوفك غير حيت شبه امي عطاتك لي عمرك ما تحلم بيه، ودابا فرح بولادك. كان عندكم علاقه بخوتكم الاولاد؟ لا ما كتعرفيهمش حتى في الشكل ديالهم، ما كتعرفيهمش كي دايرين. عندك جوج الخوت؟ جوج الخوت. ما كتعرفيهمش في الشكل ديالهم كيفاش دايرين؟ لا يعني مازال مرت وانا شفت في السبيطار فاش دار الاكسيدون. صافي ما تبقاش في الشان. احكي لي على هذا الاكسيدون كيفاش وقع. كان غادي في الموطور على ما عاودوا لي قال غادي في الموطور وتلاح من فوق شي قنطره. جيت محمديه واقيله تلاح فوق شي قنطره وبحال تقطعت لي العصبه ديال ظهره. يعني تقريبا دوز شي
شي 4 شهور في نعس في السبيطار. كيفاش غتثيقوا الخبر نتوما؟ شكون اللي جا قال لكم راه دار اكسيدون؟ قال لينا خالك. امي وامي ربي السلامه. هذه مالها؟ مالك اش واقعيك لاباس؟ كي اختي سعدي يشطر با دار اكسيدون وداو خطر. هماك اخويا تجي مخطوفه قاتله نعب الخلعه يقعدوا ولادو يقوموا به. هو كان كيسول علينا باش حنا نسولوا فيه. حتى حنا امي ولادو خاصنا نسولوا فيه. شوفي الله يرحم لك الوالد يجمعي عليا دوك الدموع. واش نسيتي ما دار فينا ولا كتقلبي على الرضا؟ لا اختي كل واحد وظروفه وزيد هو يدير اللي دار راه كيبقى بانا. باك نسي ولا باغا تشوفيه راه طرق قدامك. يلا نوضيت قاعد يسيري عندو. امي امي انت هي مولات القلب الكبير. واش نسيتي ما دار فينا ولا باغا تقلبي على الرضا؟ قالت لك الصح نسيتي عقلتيش دوز عليا. باغي الولاد باغي الولاد وها الولاد ينفعوا دابا. صافين يا امي الا شافنا مسكين غادي يفرح. سبحان الله دابا عاد غيفرح. اييه وملي كنتو عندو بنات وصغار ما كانش كيفرح كان كينكد عليا باغي الولاد باغي الولاد ويقول لولادي ينفعوا دابا. امي امي كون شتي حالتو والله تبقى فيك مسكين. ربانا راه كيف ما كان الحال راه كيبقى بانا. امي كلمه واحده رانا قلتها لك راه عندو ولادو ولادو يوقفوا معاه. اختي رجاء انتي مولات العقل. ياك كنتي عند امي اش قالت لك؟ امي راكي عارفاها كلامها ما تبدلش من هادي شحال. وانا وال اختي هضرتي معاها؟ كانت مع امي ملي جبت لها خبر. سعديه لا نوال لا امي ما غيبغيوش يديروا هادشي اللي في راسك. با لا مليوح في السبيطار واش ما بقاش فيك ولا شنو؟ مليوح والسنوات ليله حنا شحال من عام هادي ربي الحياه والموت. اختي رجاء الا ما وقفناش معاه حنا في هاد الشده شكون اللي غادي يوقف معاه؟ ولادو اختي ولادو. ياك خلانا وسمح فينا وسمح في امي على قبر الرجاله ووقفوا معاه الرجاله. معلي الشيطان اختي رجاء راني معوله عليك غير انتي تعاونيني عليهم. اختي انا ما نقدرش ندير شي حاجه اللي تقلق امي. واش نسيتي ما ضحات علينا وما قاسات؟ هو بلا مليوح في السبيطار واش ما بقاش فيك؟ اختي هو مليوح في السبيطار والسنوات ليله حنا شوفي اختي السعديه بغيتي تمشي عنده سيري مشيني مشتك. واخا اختي رجاء انا غادا نمشي نشوف وغادا نقول لي سلمات عليك بنتك رجاء حيت عارفه غادي يجي واحد النهار وغادا تمشي تشوفي. انا ما نقدرش ندير شي حاجه اللي نقلق بها امي. سبحان الله بعودتنا الى القران الكريم والى تلك المعجزات تلك الايات نجد ان الله سبحانه وتعالى قد اوصى وما زال يوصي بالوالدين احسانا. لا تنهرهما لا تقل لهما اف اخفض لهما جناح الذل من الرحمه قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ادع لهما بالمغفره وبالرحمه وبالبركه وبالصحه وبالعافيه فما بالك ان نضر بهما مهما فعلا. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلتفت إلى الخلف عن الوالدين مهما فعلوا إلا إذا ما أمرونا بالشرك فإننا لا يمكن أن نتبعهما. أما ما عدا ذلك وما دونه وما سواه فيجب علينا أن نبر بالوالدين كما بروا بنا. الرجل والمرأة يبحثان عن ذرية صالحة لماذا؟ لكي تنفعهما حينما يصبح عاجزين عن العمل. فتلك النقطة حينما اختار الوالد أن يضعها في الحلال لكي ينجب أبناء الحلال فيجب على الأبناء أن يكونوا كذلك أبناء الحلال. لا يمكن لأحد منهم مهما تخلى عنهم الوالد أن يتخلوا عنه لأنه بعد الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهما يمشي أو يمشون على الأرض في هذه الدنيا. مشيتوا ديك الساعة تشوفوا؟ الام ديالي ما مشاتش. شكون اللي مشى؟ انا مشيت غير انا بوحدي في الاول ومن بعد مشات اختي الاخرى. يعني كنتي انت اللي حنينه فيهم بحالي ما جمعش الحال زعما الاب ديالي انت وغيكون على السبيطار قدر ما عرفتش واش يموت ولا شنو يبقاش. ملي مشيت لقيت كاينه مرشوف في السبيطار ولادو ما كانوش معاهم وخا كاع كنا ما نعرفهمش كاع ما سولتش كاع نهائيا عليهم هم. دخلت نجي نسولش عليه تسنيت وقت الزياره دخلت عندو. هادي فاش كنتي بوحدك؟ مشيت بوحدي. ما تلاقيتيش قلتي مع ولادو؟ ما يمكن الا كانوا شي مكان ما سولتش ما عرفتهمش ما سولتش انا حدي سولت عليه هو فقط. مرشي من بعد فاش عرفت مرتو تما حتى فاش خرج واحد الفيلم اللي تما قال لي فين الزوجه قالت لي غير انا يعني فاش عرفت مرتو يعني ما سولتش كاع ما عرفتش راه بالليل هذاك راه مرتو. صافي شو هذاك يعني رجعت ما نكذبش عليك ما مرتاحين ما عجبنيش الحل ديك الحاله اللي شفت فيها حتى وحده ما غطرتش في الاب ديالو والام ديالو في هذيك الحاله هذيك. الله با الله بنتي السعديه شتك جيتي غير وحدك؟ جيت با غير بوحدي على سلامتك. علاش ما شفتيش معاك خواتاتك؟ بغيت نشوفهم انا عارف هاز جيم في خاطرهم من جهتي
الحمد لله. با ماشي وقت هاد الهضره دابا، صحتك هي الاولى. فين هما خوتي؟ بغيت نشوفهم. ما يقدروش يجيو. وعلاش؟ شاده من الخدمه بنيتي. خدمه؟ اش من خدمه با اللي تشدهم عليك؟ الحمد لله بنيتي، عندي ما نقول لك هاد الساعه. المهم لقدرتي تجيبي معك خواتاتك نشوفهم، انا راضي عليك وعليهم. ما غاديش يجيو با غير بلا ما تحكر. بنتي الله يرضي عليك، سمحي لي وقولي لخواتاتك يسمعوا لي، حنت فهاد الشده عاد عرفت بنتي بين الحزن. الله بارك با بارك. ما تفكر في والو، ان شاء الله كل شيء غادي يدوز. الله يا ربي الله الله. صافي يا با دموعك غالي، ان شاء الله دابا تصح وتولي بخير. صافي سعدي اختي، شتي كي لقيتيه؟ كيف بقى ياك لاباس عليه؟ بعدا لاباس عليه، غير هو كان باغي يشوفكم مسكين. خاطري اختي باغي نمشي نشوفه، ولكن خاطر امي حابسني. المهم انا درت اللي عليا وقلت لي غادي يجيو يشوفوك شي نهار، وما تخيلوش مسكين من اللي قلتها ليه، دموعه سبقوه. وخوتنا تلاقيتي بيهم؟ شفتيهم كيشبهوا لينا؟ ولادو اللي عول عليهم ما جا عنده حتى واحد فيهم، قالك شدهم الخدمه. شدهم الخدمه، لعنه الله وعليهم، الخدمه غلا من باهم. بارك اختي رجاء. المهم انا مشيت شفته وفرح مسكين، ونهار تفكروا تزوروه غادي ترجعوا فيه الروح. البنات جمعوا طويو، ما تجبدوا حتى شي حاجه قدام امي. يلا زيدوا نمشيو. يلا يلا. كما ذكرت في بدء قصتنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر صاحب البنات بالجنه، فمن كانت له ثلاث بنات وسهر على تربيتهن تربيه حسنه يدخل الجنه، وسئل عن من كانت له ابنتان قال يدخل الجنة إذا سهر، وسئل عن من له بنت واحدة وأحسن تربيتها فإنه يدخل كذلك الجنة. بالبنات ندخل الجنة، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أوصانا في آخر حجة للوداع استوصوا بالنساء خيرا، ورسول الله يتكلم عن النساء جعلهن قوارير. لماذا؟ لأن المرأة دائما تحتوي في قلبها على عاطفة أكبر أكثر بكثير من الرجل، حتى مع الأبناء، ليس مع الآباء والأمهات فقط، حتى مع الأبناء. الإبن حينما يحس بأن والده قد جاف من جهته وبه غلظة يذهب إلى أمه لكي ترق وتعطف وتحن عليه. إذن العطف والرحمة والمحبة دائما نجدها في صدر الإناث، فالبنت لا يمكنها حتى إذا ما ضيعها والدها فإنها لا يمكن أن تتخلى عنه أبدا، وهذا الأمر معروف لدى الجميع. البنات دائما يكون أقرب إلى الوالدين من الأبناء، وهذا ليس في كل الحالات لكن في جلها. كان في خبر الأم ديالك بأنك مشيتي؟ آه. شنو ما اعترضتش؟ ما قلت لي والو، صافي ملي قلت لي قالت لي دبر راسك أنا ما عندي سوق فيه. هكذا من بعد مشاو خواتاتك؟ بعد مشاو خوتي في السبيطار. السبيطار احكي ليا كيفاش مشاو، كيفاش كان اللقاء؟ حيت انا خوتي ما مشيتش معاهم، كل واحد مشى بوحدو. انا ما تعاودوا قالت لي مشاو تاوني في السولو، عرفوا ديك مرتو قالت لك مرتو، قالت لاختي قالت لي دابا يلا تفكرتو جي لامتها لامتها. قالت لي اختي بحال ما تسوقش الهضره تاع، قالت لي يعني وكان زعما ماشي انا تفكرت وقول هو يلا تفكرنا دابا، يعني هو اللي مشى النهار الاول ما جرينا عليه حنا ما تحاج، يعني هو اللي مشى راسه. يعني دابا جينا حنا في واجب ديالنا يا بنات، وجينا نطلع عليه ما بغينا عندنا شي غلط اخر. صافي مني داز اختي الاولى الثانيه حتى هي، من بعد انا فاش مشيت بقيت تقريبا تمشي عنده مره في السيمانه، بقيتي كتمشي كتمشي كل سيمانه حاجه قريب ليك، ومره تمشي نطلع عليه. صافي مني كتهضري معاه؟ تنهضر معاه. من بعد شنو حديثكم كيفاش كي؟ من بعد الحديث كنصوبو كي بقيتي كيفاش طرا لك زعما في الاكسيد وكيفاش؟ كتهضروش في الماضي وما كتهضروش في الماضي. ما يمكنش تهضري معاه هو هكذاك، لا حيت هو راه بقى اربع شهور يعني يمكن اربع شهور يعني ما عمري جبت معاه الموضوع، يعني علاش مشيتي نهار الاول خليتينا وشنو هو السبب؟ وما عمره ما قال شي حاجه اللي كتبين انه ندم ولا دابا ضلت يقول لك ندمت. اش داكم تمشيو عدا؟ ها سمعتكم الهضره؟ تستاهلوا انتم اللي غاديين برجليكم. امي حنا راه سمعنا اللي كتستاهل. واش داكم حتى اختي؟ واش داكم ساحتها؟ والله امي متي لا غير بغينا غير نمشيو نواسي، والساعه ندمت تبعت كلام السعديه اختي.
سبحان الله، دابا السعديه اختكم الصغيره هي اللي ولات تحكم فيكم. وباص والله الا باص. انا ما غير قلت ليهم، اصلا ما مشيتش معاهم. سمعوا نقول لكم، هذيك مرت باكم انا اللي غنتولى امرها. يلا تقعدوا عليا كل وحده تمشي لدارها. يلا شوف المراه خدات الراجل وزادت تب البنات، والله نعلي ما يحشم، ولكن انا اللي غنوض ليها نوض اللي معمرها غتنساها. المراه حينما تتزوج تحس بانها قد انفردت بشريك حياتها، وحينما تأتي امرأة أخرى وتريد أن تشاركها في الرجل فإن الحرب بينهما تقوم، الكل منهما تبحث للأخرى عن مكائد ومصايد لتوقعها في ذلك، فهي تراقبها أينما حلت وارتحلت وتريد أن توقع البغضاء بينها وبين الزوج بأي طريق من الطرق، وهذا أمر سبحان الله العظيم يجرنا جرا إلى غيرة النساء. غيرة المرأة قد توصلها بعض الأحيان إلى ما لا يحمد عقباه، لكن إذا ما صبرت ورفعت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سيجازيها على صبرها، وكذلك سيعطيها ذرية قد تكون أحسن بكثير من الذرية الأخرى، لأنها قد أحسنت تربيتهما بصبرها تجاه المرأة الأخرى وكذلك تجاه زوجها الذي أخطأ في رأيها وذهب إلى امرأة أخرى، وتقول هي ماذا ينقصني حينما ذهب ليبحث عن غيري، فالكل في متوفر، فأريد أن أبحث عن شيء واحد أو عن نقيصة واحدة تركته يذهب عني، وحينما لا تجد فعليها بالصبر، لأن الصبر ينفع وينفع الذرية وينفع كذلك الزوج الذي قد يعود إليها من بعد مدة حينما يجد نفسه أنه قد أخطأ. فاش نبغي يخرج قالت المرشو قالت لنا لبغيتو باكم ديو أنا ما عندي من ندير ليه. فاش بغى يخرج من السبيطار باش حيت سني طبيب قال لي ما عمرك تقف على رجليك يعني ما يمكنش غتقابلها، قلت له بغيتو باكم ديو قابله. وخوتك؟ خوتي كله مشى لدارو. لا الولاد واش بقى صغار ولا كبار؟ ولاده هو باقي صغار. مراته ما بغاتش تكلف به من مورا السبيطار، رفضات قلت لك صافي انا مني كنت باقا واقف على رجلي يعني وكان موقف معايا ما دابا راه ما عندي من ندير ليه ولا لا صافي انا رفضات جبتو عندي انا جبتيه للدار ديالك مشيت للدار وانت عندك الام ديالك عندي الام ديالي فجبت انا الوالده خرجت من الدار واخا هما مزوجين وما مطلقوش قلت لك ما نبركش يعني تليك وانا وما عطيتش طمع عمرت شي حاجه تجمعني انا وياه مازال ماماك فين مشات ديك الساعه دابا حاليا في دار الوالدين ديالها دار الوالدين ديالها والاب ديالك معاك في الدار معايا في الدار شحال ديال المده باش هو معاك في الدار؟ ماشي بزاف تقريبا دابا من 2019 كمان 3 سنين تقريبا يعني دوز هذه الفتره ديال كوفيد وكل شيء عندك في الدار وانت اللي مقابله اني مقابله ملي كنقولوا مقابله واحد السيد اللي تشلل هو ياك يعني كل شيء النظافه الشخصيه ديالو والماكله ديالو تقريبا يعني فحال انا راجلي الزوج ديالك معاونك حتى هو شنو تيقول لك الزوج ديالك شنو رايه الناس هو ديما تيقول لي حال يكون قلبك متسامح ما يكونش قلبك حاقد يولي خليني تنقول زعما ربما واخا هو دار الخيب نقول له ما نتصرفوش مع هذا الخيب نجم عيبات ندوي معاك كيسي انا اول اختي قولي اللي بغيتي يلاه برا ما بغيتي يسمعنا حد ابنيتي لو كان عندي انا الجهد نخرج ونخليكم تدوي على خاطركم اسيدي ملي كان عندك الجهد راك انت عاطيه مراتك الثاني ولولادك الا حك بحال قبل الغساله اردا زين هذا وراك سيرة تعطيني عب الفن لا زيديني نتساهل تانا نيت يا كاسيد عطينك التيقار لاش باقي مازال تابعنا نوال ربانا هذا ربانا فين كان ربانا ملي لحنا الزنقة حنا باقين صغار فين كان ربانا ملي كتب لولادو كل شي فين كان ربانا ملي كان يسمعنا المعيور حقاش تولدنا بنات سعدية عفاك بنيتي لما نوضي نجمع لي حوايجي نمشي في حالك با فين غادي تمشي ولادك كون كانوا باغينك كون من السبيطار داوك معاهم راني وليت شويه لاباس عا نوضي جمع لي حوايجي الله يرضي عليك ابنيتي خليه يمشي نوال راه قلت لك صافي سكتي بنيتي نوضي جمع لي حوايجي نمشي فحالي فين غتبقى الله الله الله, الله. با. با با اذا ما عدنا الى ما قلته في اول كلام حينما امرنا رسول الله ان نرأف بالمراه رفقا بالقوارير ما هي القاروره القاروره هي الزجاجه هل يعود الزجاج إلى حاله إذا ما تكسر؟ لا يمكن أن نعيده إلى حاله كذلك المرأة فهذا ليس من قولي أنا أو من
قولي البعض بعض بين قولي رسول الله أحسن من وجد على هذا الكون قال هذا الأمر. فالمرأة يجب أن نحسن التعامل معها كي تعطينا أكثر. إذا ما أعطينا للمرأة القليل فإنها تعطينا الكثير، ولكن إذا ما كسرنا خاطرها فإنه صعب أن نجبرها من جديد، إلا إذا ما أراد الله ذلك فإنه أمر يعود إليه وحده دون غيره. والأم ديالك ما كتجيش؟ تجيش نهائي بالمرة؟ نهائي ما تجيش. وكيدير علاقتك مع ماماك؟ ما بقاش ما كانت في الأول. متوترة؟ أشنو كتحس ديك زعما؟ قلت لك زعما أنا يعني برت عليك، يعني تعذبت عليكم وكبرتكم، وهو ما عمر زعما عطاك مشى يتدرها من الآخر ما عطاش ليكم، يعني توصلت لك الشيء اللي بغيت ونزوجكم ووصلت للديور، ولكن في الآخر رجعتيني أنا اللي هذه ما درت معكم والو. انت فعلا هذه الفكره ديالك؟ ما عنديش هذيك الفكره ديك. نقول الام ديالي يعني باش الا كانت كتسمع لك الام تعرف علاش درتي هاد الخطوه هذه. لا انا الام ديالي بغيت الاب ديالي يتجمع مع الاسره تولي كما كانت في الاول. ما يمكنلاش تكون كيما ما غاتكونش ما كانش، ولكن كنقول واخا ني الام غاتبقى كنحاول اني نجيبها عنديك. قدر هو تيقول لك غيطلق السيده اللي مزوج بها دابا، حيت كاتب ليها تقريبا كاتب ليها كل شيء، نبقى دابا حتى حاجه صافي تيقول لها بس سمحوا لي انا ما كانش عليا ندير بحال هكا فعلا الغلط. شوفت لقيتها ما كانش عرفت شنو ندير، تيبان لي الدري راه هو مالك قدامك، ولكن دابا راني عرفت في حق، قال لي من مشات لي الصحه تعرفت في حق البنات وحرقت في حق الاولاد. ولادو كيسولوا فيه؟ تيسولوا شنو؟ حتى واحد ما كيعيط ليه؟ ما حتى مرتو النهائي النهار اللي جينا من السبيطار مرتو ما عمرني لقينا شفنا، ما بقاتش عاود سولات فيه، يعني عملته كيف ما عاملكم؟ ما عاملنا، يعني داكشي اللي طرا ليه ذنوب ديال الام ديالي. يعني داكشي اللي دار ليه هو دار ليه تاهو. نعم. الام ديالك دابا ملي كتمشي عندها شنو كتلومك؟ كتلومني بزاف. كتلومك ياك؟ تقول لي لا انا يكون زعما كان زعما في الانسانيه راه في النهار الاول ما غيمشيش وغيخليكم، يعني غيبقى في ما غير داكشي اللي غنديرو انا غيدير هو. خواتاتك شنو رايهم في هذا الشيء؟ كاين اللي تندم على الحاج يقول لك لا الاب دينا حتى حنا نوقفوا معاه، يعني ما تعطيكش خاطرك والو، واخا يكون الاب ديك تما كيكون خايب ما تعطيكش خاطرك تشوف الاب ديك غادي ما تيقدش ينوض، غتخليه وغتزيد يا يعني غتوقفي معاه واخا يكون الفعل ديالو خايب. هذيك الفكره ديال خوتي عاد ما عندي حتى انا نيت. يعني انتم بالنسبه لكم كتاديو الواجب ديالكم هذاك الاب. كتاديو الواجب ديالنا يعني حنا عرفنا بان هذه القصه جيتي باش تحكيها لانه باش تبلغي واحد الرساله، ياك يعني بعض المرات تنحقروا البنت وهي اللي تيكون فيها الخير، او العكس كاين ناس كيحقروا الولد هو اللي تيكون فيه الخير. شنو تقولي للناس دابا اللي كيتابعونا مثلا؟ اي اب كيتخلى على ولادو هي غادي شويه قاصحه عليهم، ولكن انا نقول تهلاو في والديهم، اهم حاجه الوالدين. الولاد يتهلاو في والديهم. الولاد يتهلاو في الوالدين. الا كان مثلا الاب ديالك دابا كيسمعنا، شنو كاينه شي حاجه اللي ما قديتيش تقوليها له؟ لان كتبان لنا انك يعني ما تقدريش تقولي كل شيء، شي حاجه اللي ما قديتيش تقوليها للاب ديالك في وجهه تقدري تقوليها له دابا هنايا؟ نقول لي الله يخلص على الفعل ديالو اللي دار هو اللي كان داكشي في نيتو، حنا درنا الواجب ديالنا، كان واخد واحد الصوره خايبه حنا حاولنا نبينو ديك الصوره راه ماشي خايبه فعلا راه زوينه. يعني بانه اللي داكشي اللي كان ضان فينا الولد هو اللي غيوقف معاه، الولد هو اللي غيساعدو، يعني داكشي كان العكس لقاه في البنت ما يلقاش في الولد. امي انت الروح والعقل وانت مولات القلب الكبير، برا محتاج لينا كاملين. شوفي بنيتي انا ما عمرو غنساش دوز عليا، واش عقلتي؟ واش انا غادا لي بالعسل فمو هو غادي ليا بالمرود العيني؟ امي عافاك راه ندم على كاع داكشي اللي دار معانا. الجرح كبير بنتي وانا مسامحاك، الا سامحتيه راه كيبقى باك. امي انا بغيتكم ترجعوا، بغيت نشوفكم مجموعين. ما نقدش بنيتي ما عمرو ما نسى داكشي اللي دوز عليا، واش عباد الله كان يعايرني بالبنات ليل ونهار، تي والده ليا البنات، تي جايبه ليا على البنات، ها في الاخر ولا مسمي عليا مو البنات. صافي يا امي عافاك راه اللي فات مات. شوف بنيتي انا ما عمرني غادي نسامحه، وانا غادي نمشي تهلاي فيه. الله يرضي عليك بنيتي وتهلاي فيه. شنو غادي ندير انا دابا؟ كي غادي ندير؟ إذا ما أردنا الخلاصة من هذه القصة يجب أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهو وحده من يرزقنا البنات، وهو وحده الذي يرزقنا الأولاد، وكذلك يرزقنا بماذا ننفق عليهم، يرزقكم وإياهم ويرزقهم وإياكم. فلا يمكن لأحد أن يقول بأن البنت قد تضر بي وأن ليس فيها مصلحة لي، أو يقول بأن الابن فيه مصلحة لي وقد ينفعني أكثر.
الله وحده هو الذي يعلم الصالح من الطالح، فلا يمكن لأحد أن يذهب إلى مثل ما ذهب إليه صاحبنا في هذه القصة، لأن المرأة إذا ما أراد الله به خيرا هو الذي يقرر وهو الذي يرزق وهو الذي يختار له، لا يمكن لأحد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى قد جاء ببعض الأشياء التي تضرنا أبدا، هو الخالق وهو القادر وهو الذي يأمرنا باتباع الطريق الصحيح، فلا يجب علينا أن نخطئ أو نقرر بأنفسنا. فالله سبحانه وتعالى حينما يرزقنا البنات فقد يعلم علما مسبقا بأن فيهن خير، وإذا ما أردنا أن نبحث عن أشياء أكثر من ذلك كما فعل صاحبنا في هذه القصة فإنما نبحث عن التعب. والأم ديالك اللي مقلقة منك دابا ياك، مقلقة عزة في قلبها منك، شنو تقولي لها؟ علاش درتي هذه الخطوة؟ وشنو في قلبك لماماك؟ عزل الأم ديالي تنبغيها أكثر من راسي أنا، ولكن في الفترة ديال الأم ما عطاتنيش خاطر أنا نشوف الأب ديالي يتعذب ونخليه، بالعكس يعني ما غنساش ليها خير، يعني هي ضحات بحياتها على قبلنا وبزاف ديال الحوايج درت معاها قبلنا ما غنساش ليها خير، ولكن الأب ديالي تنبغيش نفوتو. علاش؟ حيت يبقى الأب ديالك وخا ما تشدك يبقى الأب ديالك. الوالدين راه شحال في الحياه. دونك الام ديالكم ربات وعرفات شنو ربات. ربات الحال. فكره تفضيل الاولاد على البنات في الذريه هي مازالت راسخه بزاف في المجتمعات ديالنا، المجتمعات خاصه العربيه، وافكار اخرى اللي غادي نطرقوا لها في حلقات اخرى، ولقائنا يتجدد معكم في حلقه جديده وعبره جديده. عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات يا مقلوب وعيون بكيت، الله يا العالي يا خالق الحياة خلي ليام نسينا اللي فات. ومع الناس عشنا حكايات.